نصب عليكم من مدينة آخن الألمانية. مدينة آخن الألمانية طبعا تقع في الغرب من غرب شمال من ألمانيا، قريبة من الحدود الهولندية، قريبة من الحدود البلجيكية. تعتبر مدينة استشفاء في الأغلب يعني، خصوصا للناس الكبار. فيها مستشفيات مشهورة، وأشهر من زارها الله يرحمه الشيخ زايد والرئيس السابق حسني مبارك، كذلك ياسر عرفات وغيرهم وغيرهم زاروا مستشفيات المدينة هاي آخن. طبعا تنطق بالألمانية آخن، تبعد تقريبا 60 كيلومتر من كولون، وطبعا كولون تكون على الشرق من المدينة هاي. أشهرها هذه الكاتدرائية، شوفونها الكنيسة نص المدينة. هذا القيصر اللي بنى هذه الكنيسة ومدينة آخن على زمان، تقريبا سنة 960 قبل الميلاد، 960 بعد الميلاد. هذه أشهر كنيسة هنا في مدينة آخن، وتعتبر رمز لهالمدينة. شوفوا هالنافورة، هذا تقريرنا يا اخوان عن مدينة آخن الجميلة. وفعلا يا اخوان انا دائما انصح اللي بيسافر وبيخسر فلوسه وبيضيع وبيخسر اجازته، لا يخسرها في شيء ما يسوى. يعني صح انه بيصرف فلوس زيادة، لكن اوروبا يعني دائما انصح في اوروبا خصوصا في الصيف. نصيحة خبير السياحة من الدرجة الاولى، اقول لكم لا تخسرون فلوسكم في الدول العربية، خلوا بالكم والله ما تسوى ما تسوى. لا معاملة راقية، لا بنية تحتية يعني قد المستوى. تطلع من بلادك وانت متأمل انك بتشوف بلاد تانية احلى وافضل، لكنك بالعكس تنصدم ببلاد اقل 100 مرة عن بلادك. ضاعت فلوسك وضاعت اجازتك على الفاضي. شوف الجو محلات، الجو بس كم يسوى اليوم يا اخوان، درجة الحرارة 22، البراد ومطر خفيف، وتمشى شيء يعني بوصف. نواصل التصوير. هذه طبعا يا اخوان المدينة هاي تشتهر بالمشافي، مستشفيات خصوصا لكبار السن. واشهر هني من زارها الشيخ الله يرحمه الشيخ زايد، كذلك الرئيس السابق حسني مبارك والله يرحمه ياسر عرفات وكثيرين. مدينة جميلة جدا. طبعا من دام نقولها مدينة ألمانية خلاص بعد يوقف الكلام، مهتمين بجميع التفاصيل. الألمان يعني المدن الألمانية جميلة جدا يا إخوان، عموما يعني أغلب المدن الألمانية جميلة جدا، على سبيل المثال دوسلدورف، كولون، بون، ميونخ، هامبورغ، دورتموند، كم بعدد لكم. قلب مدينة آخن، هذه واحدة من الكنائس. ما زلنا في مدينة آخن الألمانية. شوفوا المبنى الحلو هذا، هذه لقطات ولمحات وصور عن مدينة آخن.
إن شاء الله نشوفكم في مدينة ثانية. صورة ثانية، هذا مركز من مراكز التسوق هنا. طبعا تشوفون كيف الترتيب الألماني، ما في كلام عليه. ما قلنا لكم تقريبا 126 كيلو، تبعد ساعتين لربع من مدينة. إذا بتطلع من بروكسل ساعتين لربع. شوف الدنيا هدوء اليوم الأحد، حاليا الساعة 1 الظهر. صارت تسوي المحلات كلها مبندة. شوفون هالمطعم يا اخوان، نورتسي، مطعم بحر الشمال. هذا له افرع في عدة مدن، كثير من المدن، سواء الألمانية ولا سويسرية ولا في اي مدينة اوروبية. اللي يحب السيفود هذا انصح فيه وبقوة، اكلها ممتاز وحلو، واكثر كل السيفود طبعا. شوفوا النافورة الحلوة والاشكال اللي عليها، نوعية التصوير يا اخوان. عندي انا اصور دائما، اهل اخوان يسالوني شو نوعية الكاميرا اللي عندك. انا تليفون 4 الزوم سامسونج الجديد، هذا 16 ميجا بكسل زائد 10 تغريب زوم. هذا نوع الكاميرا، هو كاميرا وهو موبايل، هو موبايل في نفس الوقت، تفك عمرك. هذا شارع التسوق يا اخوان في مدينة آخن. احنا جاي من صوب الكنيسة الكبيرة، كفوف. طبعا هذا من أشهر مركزين في ألمانيا، كفوف وكريشتات، في كل مدينة تلقاهم. أشهر اسمين لمراكز التسوق في ألمانيا. هذا شارع التسوق الرئيسي. شوف بس انه عسب عشان يوم الأحد، فيه أوتلت كبير يا أخوان في الزاوية، هو في الحدود البلجيكية، يبعد من هنا تقريبا 40 إلى 50 كيلومتر من هالمكان. إن شاء الله بنصير نغطي لكم، لكن داخل الحدود البلجيكية ويبعد عن الحدود الهولندية حدود 20 كيلومتر، ويبعد من ناحية الشرق عن الحدود الألمانية 20 كيلومتر. ان شاء الله بنسوي اوتلت كبير حلو، بنصير بنغطي لكم.